اسمنا كودا. ما بيعرفوا صوتنا كيف؟ كتير صعب نشرح لهم التفاصيل، ما منخبرهم مشاكلنا قد ما منخبر لبعض. ما بيسمعوا، هي ما بتسمع. في صمت بالبيت إلى حد ما. أبداً ما في صمت. النقيض إنه أنا ما برجع لأهلي لأسأله. ولا مرة قدرنا نحن نعرف منهم هن عم مزبوط شو طالبين. اللي عم بختبره بالبيت أنا وإخواتي منه هو اللي كل العالم بتتوقعه. بصير عندكم أسئلة أكثر عن الحياة، عن السعادة، عن الأهداف. عن جد القوة الحقيقية هي جواتي. أهلي ولا نهار وقفوا يقولوا لي إنه ديانا يو كان ميك إت. ماني شايفة الشيء اللي عم بعمله قد إيه هو هيك مهم وحلو، بس الموجودين ودعم دايما. ديانا ونائل الحارس، امرأتان ولدتا لأبوين من الصم، فهل كان صعبا أن تسمعا نداء الحياة أم؟ يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.